ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للمليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي اليوم، ترأست سموها حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي. المناسبة تميزت بحملة طبية لفائدة المعوزين مع توزيع مساعدات على أطفال مؤسسة أحمد بن زايد النهيان بعناتق. وفاء اليعقوبي، عبد الرحيم فيلول، وعبد العلي عيد. مؤسسة أحمد بن زايد النهيان بعين عتيق بعملة سخرة تمارا. هنا أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي انطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي. وزعت سموها بهذه المناسبة مجموعة من النظارات على ضعاف البصر من الفئة الهشة والكراسي المتحركة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا ملابس على القاطنين بهذه المؤسسة الخيرية. وهذه السنة كذلك انخرطنا في العمل على مستوى تقليص من ظاهرة الهدر المدرسي، أننا مكننا مدرسة في تمارا بجميع الآليات المعلوماتية حتى يتمكنوا من مواكبة الوقت على مستوى استعمال الحاسوب وغيره. وهي كذلك مناسبة لكل الأقاليم على مستوى ربوع البلاد من أجل تقييم كل الأنشطة التي مرت في السنة الماضية. أنا فرحانة اليوم حيت تحت لي فرصة باش نبقى نخدم بالسي. جيت لهنا على حساب الكرسي حيت ما كتمشاش وما كتهضرش، وعطاوها الكرسي باش يعاونها شويه. بعد ما مابقاش يهزها في ظهري حيت كتضرني في ظهري، بعداك الكرسي شويه كيساعدني في الدفيع، ماشي بحال ظهري، يعاونني شويه. الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي يعرف مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الإنساني التضامني، وهذه حملة طبية في هذا السياق بذات المؤسسة. وجات هاد الحملة وعاونتني مزيان باش جيت ندوز العينية، وشكرا لهم بزاف بزاف. تتواصل الأنشطة الإنسانية التضامنية طيلة أسبوع في كل ربوع المملكة، فرصة بالنسبة للقيمين على مؤسسة الهلال الأحمر المغربي للوقوف على ما تحقق ووضع خارطة طريق للإنجازات المستقبلية.